إكسبرس إف إم الأخبار. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد المدير العام لوكالة نهوض الاستثمار الخارجي عبد الباسط الغانمي خلال تدخله في برنامج كوماغا أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم مع الوكالة الإيطالية لتدوير المؤسسات بروميس إيطاليا هو الترويج لفرص الاستثمار الخارجية وتكثيف النشاط من خلال التزود بالمعلومات حول الاستراتيجيات الاستثمارية للشركات الإيطالية. إيطاليا بطبيعة الحال تعتبر من أهم الشركاء لتونس، وخاصة في مجال الاستثمار. تعرف ثم أكثر من 900 شركة إيطالية استثمرت في تونس وفما رصيد هايل، هذاك علاش احنا ديما نسعاو باش نطوروا الشركاء نتاعنا. هي نتيجتها اقتصاديا هو عن طريق الترويج لفرص الاستثمار. كيفاش باش نجيبوا احنا الاستثمارات اذا كان ما نوصلوش للشركات المستهدفه؟ فهذا يتم عبر عمليات تحسيسيه، النتيجه ماهيش انيه لكن هي مثلنا خاصه في تكثيف النشاط نتاعنا، خاصه في الحصول على المعلومات حول نوايا الشركات، شنو هي الاستراتيجيات نتاعها، كيف رؤيتهم لتونس، شنو نجموا احنا نقدموهم، خاصه الاتصال به مباشرة. أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري اليوم أنه تقرر تنفيذ إضراب عن العمل بيومين في 4 شركات خاصة لتوزيع المحروقات، وذلك يومي 15 و16 من أفريل الجارية. وكشف سلوان السميري لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن السبب للإضراب يعود إلى رفض أصحاب هذه الشركات التفاوض حول زيادة في الأجور بعنوان سنة 2021 وتطبيق محضر الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في غرة جان في 2022. سجلت عائدة الخطوط الجوية التونسية زيادة بنسبة 178% خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، وبلغت قيمة هذه المداخيل 216.8 مليون دينار مقابل 77.7 مليون دينار، وذلك وفق معطيات نشرتها بورصة تونس. إلى أخبارنا العالمية، حيث أشاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في تغريدة له اليوم بموقف نظيره الأمريكي جو بايدن، الذي وصف للمرة الأولى الحرب في أوكرانيا بأنها إبادة جماعية، مشددا على أن أوكرانيا ممتنة للمساعدة الأمريكية المقدمة لها حتى الآن. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجه اتهامات لنظيره الروسي بارتكاب ما أسماه إبادة جماعية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأدلة تتراكم حول الأمور المروعة التي فعلها الروس في تصريح رسمي غير مسبوق منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. نهاية الموجز، قدمته لكم نواة مغربي. إلى اللقاء.